بص، فخامة الأول ازيكم؟ فخامة الرئيس لما اتكلم أكتر من مرة على إنه المستقبل الحقيقي هو إفريقيا، خلي بالك كلام الرئيس مش بس على مستقبلنا مثلا اقتصاديا وإنه يبقى حجم التبادل التجاري ما بين الدول الإفريقية وبعضها البعض هو بس ده المستقبل. الرئيس بيتكلم على إنه مستقبل العالم اقتصاديا هو إفريقيا. العالم زمان اتعامل مع إفريقيا تعامل سيء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. العالم الأبيض أو من يحب أن يطلق على نفسه العالم الحر هو عالم لا يؤمن بالحرية على الإطلاق، لأنه عالم اخترع الاحتلال والإمبريالية والعبودية إلى آخره. عالم نزل على قارتنا علشان يسرقنا، يستنزفنا، يحتلنا ويستعبد شعوبنا. وبعدين لما بدأ يحصل تراجع لما يطلق عليه الاستعمار الكولونيالي وانتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45، بدأ العالم يعمل صياغات مختلفة. خلي بالك انه نفس هذا العالم عمل حملات تطهير عرقي لم تشهدها الإنسانية من قبل. يعني اللي تعامل مع شعب الكونغو على سبيل المثال كارثي، أكتر من 1.5 مليون بني آدم تم ذبحهم في الكونغو على إيد المستعمر الأبيض عمدا، يعني لا وذبحهم بجد يعني. مهم، بعد 45 بدأ هذا العالم 1945 بتاع الحرب العالمية الثانية واللي استمرت لمدة 6 سنين، بدأ العالم يعمل صياغات بقى مختلفة. بدل ما يحتل بجيوش ويعمل كل الهوسة دي، لا، بدأ يشتغل أولا على نثر بذور الفساد في إفريقيا وطبعا في أمريكا اللاتينية قدر استطاعته، ويبدأ كمان يشتغل على إنه مع نثر بذور الفساد يحتل هذا العالم اللي هو زي حالتنا اقتصاديا، ونزل فيه الشركات التي عرفت فيما بعد ذلك بالمالتي ناشونالز أو شركات متعددة الجنسية، وكان الهدف الرئيسي هو خنق الاقتصادات بتاعت إفريقيا وأمريكا اللاتينية. بس وأنا بتكلم على إفريقيا هو مش بس خنق الاقتصادات الإفريقية، لا، هو استنزاف إفريقيا حتى آخر قطرة دم موجودة في شرايين إفريقيا بالكامل. ولما بدأت إفريقيا تنهض ويحصل عملية كبيرة جدا اسمها حركة التحرر الإفريقي، العالم الحقيقة برضو وقف قدام حركات التحرر الإفريقي وقوف مخيف بدعوة شوية أصل دول شيوعيين ودول بيهددوا العالم، دي شوية تانية أصل هم بيحاولوا إن هم يستغلوا الثروات لصالح ذواتهم المنفردة والملخصة في شخص قادة الدول الإفريقية، وعملوا كحملة تشويه رهيبة ضد إفريقيا والأفارقة وشعوبها وقادتها وجيوشها إلى آخره، واشتغلوا على إفساد إفريقيا من الداخل بالكامل بما فيها إحنا. بالمناسبة يعني إحنا جزء لا يتجزأ من هذه القارة، ولما تبدأ القارة تقف على رجليها الحمد لله والشكر لله، وهي بتقف على رجليها كانت مصر كمان بتقف على رجليها، وهنا كانت الرؤية الحقيقية اللي بتتفعل يوم بعد يوم وبتشوف فعاليتها وجدواها ومتانة هذه الرؤية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014، بدءا من زيارته الأولى للجزائر اللي هي زيارته الأولى خارجيا كانت للجزائر، والجزائر كانت محافظة على علاقتها مع إفريقيا على عكس وضعنا سابق عن 2014، وبالتالي بدأنا نتحرك وصولا إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي لما حضرتكم تتذكروا رئاسة الكوميسا إلى آخره، ودي كان بيبقى فيها التصويت بالإجماع مش بالأغلبية. وبدأت الجسور تتمد بجد ما بين مصر والدول الإفريقية بعد ما كانوا بعدوا عننا، لأن احنا بالمناسبة اللي كنا بعيدنا عنهم، ورجعت العلاقات مش هقولك زي ما كانت زمان أيام الستينيات، بل أنا أكاد أن أنا أوصفها بأنها أكثر متانة ورسوخا، ولسه أنه هذا اليوم هو اليوم الإفريقي بامتياز ما بين الرئيس الصبح في المنار وما بين أنه يذهب لجولته الإفريقية في 3 دول. فالنهاردة يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائع المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني صحة إفريقيا،
واللي كان النهاردة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية القاهرة جمهورية مصر العربية. تفقد الرئيس مكونات المعرض الطبي الإفريقي الثاني، قام بجولة في أجنحة المعرض، شركات عديدة جدا عاملة في المجالات بتاعة الصناعات الطبية والتكنولوجيا الطبية، استمع لكلمات الممثلين بتاعة هذه الشركات، عملوا إيه وجابوا إيه واشتغلوا إزاي وما إلى ذلك. لكن الرئيس النهاردة كان في حاجتين مهمين قوي 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 بالنسبة لي على الأقل. حاجة منهم، ودي اللي احنا أظن كلنا واجب علينا ان احنا نشارك فيها كلمة الرئيس، ألا وهي تقديم واجب العزاء لأنفسنا والأسرة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق رحمة الله عليه. الرجل الذي كان يعمل بمنتهى الهدوء، بمنتهى الذكاء، بمنتهى المهنية، بضمير عالي إلى أبعد الحدود في فترة توليه لوزارة الصحة رحمة الله عليه. أيضا الرئيس اتكلم في حاجة مهمة قوي، اتكلم في المبادرة بتاعة القضاء على قوائم الانتظار، وقال المبادرة بدأت في أولها بحديث حول إن احنا عاوزين نخلص احتياجات وطلبات 12,000 مواطن محتاج يتعالج على نفقة الدولة. الكلام ده كان من 4 سنين، وده كلام الرئيس وده الواقع بالمناسبة. لكن في خلال 4 سنين مصر ما عملتش العمليات أو العلاجات المطلوبة ل 12,000 مواطن. لا، الرقم في ال4 سنين هو 1,900,000 مواطن. يعني أنا لو فكرت أنه كانوا كل سنة هيبقوا 12، يعني 48,000 مواطن، أقول لك 100,000. لكن لأن المبادرة كانت فعلا فعالة وفعلا مؤثرة، ولأنه إرادة الرئيس كانت شديدة القوة بإصرار على أنه لازم نقضي على قوائم الانتظار، فالحمد لله والشكر لله 1,900,000 بني آدم. أتمنى أشوف في يوم أنه ما يبقاش فيها ولا واحد، صفر طوابير، مفيش قوائم انتظار. أتمنى، كلنا نتمنى ده. ال4 سنين دول اتكلفوا 20 مليار جنيه، 4 تبرعات من المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، وحوالي 16 مليار الدولة هي اللي تكفلت بيهم عشان تنقذ حياة المصريين. الرئيس أشار إلى أن احنا خلال أيام معدودة بإذن الله نحتفل جميعا بخلو مصر بالكامل من فيروس سي، واللي سبق وقلت لحضراتكم إذا كان مفيش حاجة، والحقيقة أنه اللي اتعمل آلاف الحاجات، لو مفيش حاجة اتعملت في ال8 سنين اللي فاتوا غير ان احنا نقضي على فيروس سي الذي افترس والتهم اكباد المصريين، الملايين من المصريين كانوا بيئنوا من هذا الفيروس، مئات الالاف ماتت بسبب هذا الفيروس، النهاردة الرئيس يقول لنا انه بعد كام يوم هنكون قضينا تماما على الفيروس ده في مصر ونعلن مصر خالية من هذا الفيروس. وهنا الرئيس بيأكد على حرص بلدنا مصر على نقل كل خبراتها اللي اكتسبتها إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وإنه لازم دايما نلعب دور إيجابي في هذا الموضوع. يمكن ده كان من خلال المداخلة الكلامية اللي قالها في وقائع هذا المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني. أشار الرئيس كمان إنه بالتعاون والتنسيق مع دول إفريقيا نقدر ان احنا نحسن القدرات المتواضعة اللي بتمتلكها دول القارة. خلونا نسمع ونرجع نكمل الكلام. احنا في مصر حرصنا منذ اعلان النسخة الاولى او اطلاق النسخة الاولى على ان مصر تكون بدور يعني ايجابي في هذا الموضوع. الموضوع المهم اللي هو الصحة سواء كانت في افريقيا او في مصر بشكل او باخر، وبنقول ان احنا بتواضع شديد، ما ذكر وزير الصحة دلوقتي لحضراتكم هو بتواضع شديد خبرات احنا اكتسبناها في ظل ظروفنا المتشابهة. ظروفنا المتشابهة مع افريقيا، نحن لسنا بدول ذات يعني اقتصادات متقدمة ويعني متقدمين في كل المجالات، وبالتالي المنظومة الصحية عندنا زي ما اتقال من الدكتور
جاية لما قال إن يعني كان كوفيد 19 كان أظهر هشاشة النظام الصحي في قارتنا الأفريقية وفي دولنا، وده صحيح، ولكن بالتعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية وبعضها البعض نستطيع أن نحسن كثير من القدرات المتواضعة التي لدينا. ظروفنا المتشابهة، أنا الكلمة دي عندي بمليون جنيه. ليه بمليون؟ لا مليون جنيه، مليون دولار، مليون استرليني، مليون دينار زي ما يطلع. بص ليه بقى؟ لأنه جزء كبير جدا من التباعد اللي حصل تمانينات وتسعينات 30 سنة ما بيننا وما بين إفريقيا هو للأسف الشديد الخطاب المتصلف المتعالي من القيادة السياسية آنذاك، التعالي والتصلف والغرور، فالناس بعدت عننا. ده مش بس كده، ده احنا اتهمناهم كم اتهامات بما ليس فيهم كمان. فلما يجي رئيس جمهورية مصر العربية تقول يعني ايه يعني؟ اقول لك لا انا مش بس هقعد اكلمك عن الحضارة لا هكلمك كمان عن الدولة اللي قدرت تحقق نمو اقتصادي في كورونا وفي حرب وفي لا ده انا هكلمك كمان عن الدولة صاحبة الجيش تقريبا رقم 9 على مستوى العالم، الأول على المنطقة العربية والقارة الإفريقية والعالم الإسلامي والشرق الأوسط بكامله، دون أي صلف، دون أي غرور خالص خالص. الرئيس وحضرتك عارف ده وشفت ده بعينيك بدل المرة ألف مرة في خطابات تبث وتذاع على الهواء مباشرة. الرئيس رجل كيس في الكلام ولا يحمل أي صلف أو غرور، مع أنه هو بشخصه لديه تاريخ يخض، عارف كده يقولك عنده سي في تخض، أهو الرئيس عندنا كده. طيب لكن الحديث عن في ظل ظروفنا المتشابهة، احنا اكتسبنا مجموعة من الخبرات عاوزين ننقلها لأشقائنا في إفريقيا ونعظم من القدرات المتواضعة بتاعتنا كلنا علشان نقدر نوصل للمستهدفات بتاعتنا. ده خطاب الأفارقة يحبوه، مش بس يتقبلوه، يتقبلوه بعقولهم ويحبوه بقلوبهم. ولهذا تجد دائما انه وجود الرئيس في اي من العواصم الإفريقية هو الوجود المرحب به بامتياز. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكونوا بخير. انا عايز استأذنكم، لما كنت بتكلم من شوية على مسألة 1.9 مليون بني آدم ومواطن مصري اللي قدرنا ان احنا نعالجهم عن طريق او على نفقة الدولة والمبادرة اللي اتعملت من حوالي 4 سنين للقضاء على قائم الانتظار، والرئيس قال بنفسه على احتفالنا بإذن الله خلال الأيام المعدودة القادمة بخلو مصر من فيروس سي ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. الرئيس قال ان مصر حاولت معالجة قضية النمو السكاني الكبير واللي بلغ زي ما حضراتكم عارفين الاسبوع اللي فات 105 مليون نسمة، نقص المستشفيات بانه ندش المبادرات صحية لرعاية المواطنين وما الى ذلك. عايز استأذنكم نسمع ده من الرئيس مباشرة ونرجع نكمل الكلام. في مصر احنا عددنا زي ما اتقال 105 مليون، وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفيات والأسرة الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان. يعني لو كان عندنا مثلا هقول رقم ممكن ما ننسويش 500 مستشفى، فاحنا محتاجين 1000، ونفس الكلام ينطبق على الأطقم الطبية وعلى كل شيء. طيب ما احنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعت الزيادة السكانية، فهل إحنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا؟ ولا أنا بتكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها، إحنا اتحركنا باستهداف زي ما تقال على موضوع الفيروس سي على سبيل المثال.
كان احنا استهدفنا هذا يعني المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى أهالينا وعلى أسرنا. وبالاستهداف ده بفضل الله نجحنا، ويمكن خلال يعني أيام أسابيع قليلة هنحتفل بإعلان إن مصر خالية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ثم مبادرات أخرى كثيرة تم الحديث عنها، وكانت الهدف منها إن هو تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه يعني موضوعات طبية محددة تحقق يعني تحسين للصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال. طيب حضراتكم طبعا سمعتوا كلمة فخامة الرئيس حول الفيروس سي، وبإذن الله خلو مصر من هذه أو من هذا الفيروس القاتل زي ما كنت بقول لك، الذي التهم وافترس الأكباد المصرية لعقود للأسف الشديد. طيب احنا معنا على التليفون المهندس أكرم سامي، مدير وحدة الدعم والتطوير للمشروع القومي الرئاسي لإنهاء قوائم الانتظار. أهلا 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 يا باشمهندس أكرم. أهلا وسهلا بحضرتك في سيبي. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. الرئيس الحقيقة تفضل مشكورا وقال لنا مجموعة من الأرقام، قال لنا إن إحنا حتى هذه اللحظة استفاد من هذه المبادرة 1,900,000 مواطن بتكلفة تقديرية تقريبا 20 مليار. عايزين نعرف أكتر عن المبادرة، فاضل فيها قد إيه؟ محتاجة قد إيه؟ لعلنا برضو نقدر إحنا كمان نساعد زي ما حصل من منظمات المجتمع المدني، إنها الحقيقة برضو تفضلت مشكورة بأنها تبرعت وزي ما قال الرئيس بحوالي 4 مليار جنيه مصري دعما لهذه المبادرة. تمام يوسف بي، يعني خليني أقول لحضرتك إن مشروع قوام الانتظار هو مشروع الدولة، هو مشروع ليه أهداف أساسية. هو الأرقام هو جاستن، هو انديكيتورز يؤكد على نجاح المشروع من بدايته، وابتدى في 2018 يوم بالظبط 2018 كان الرئيس كان حاطط اهداف اساسيه دي، هو اولهم تخفيف المعاناه عن المرضى وعدم تحمل المريض اي اعباء سواء ماديه او اجرائيه. وحضرتك تعلم جيدا ان المرضى المصريين بيتعالجوا على جهتين علاج، يا اما نفقه الدوله او التامين الصحي. أيوه. القديم لحين تنفيذ التأمين الصحي الشامل اللي هو حلم كل المصريين إن شاء الله، كان رئيس أهدى المصريين مشروع قوام الانتظار في 11 تخصص من العمليات الحرجة، وتكلفتهم حرجة تكلفتهم عالية، وما ينفعش المريض إن هو ينتظر في الحالات دي. فكان ده أول هدف، إن هو تخفيف المعاناة عن المرضى. كان في بعض الأهداف الأخرى زي التعاون ما بين كل الجهات وبعضها، يعني في تعاون ما بين المستشفيات، وزارة الصحة، مستشفيات التعليم العالي، المجتمع المدني، المستشفيات الخاصة، مستشفيات الشرطة والجيش. هو اعتبرنا ان مصر كلها كمستشفى واحدة، المريض ليه حق الانتفاع او حق تقديم الخدمة في اي مستشفى. ده يعني ده كان سببه او ده كان الهدف منه، ان المريض ما ينتظرش كتير او يحدث فيه طوابير انتظار كتيرة. من الاهداف الاساسية الموجهة برضو ان هو كان المريض يتقدم له خدمة طبية عالية ويتم متابعته قبل تنفيذ الإجراء وبعد تنفيذ الإجراء. قبل تنفيذ الإجراء فهو لو عنده أي مشاكل في إصدار قراره، لو انتظر كتير يتم تحويله على مستشفى تانية. بعد تنفيذ الإجراء من حيث إن هو يتعامل معاملة طليق بالمواطن المصري أو لا، إن تحصل منه أي رسوم مادية أو لا، كل ده من خلال المشروع اتبنى على 4 وحدات أساسية، هي وحدة إدارة المشروع اللي هي الغرفة المركزية للمشروع، وحدة الدعم الفني والتطوير اللي أنا شرفت إن أنا أكون مؤسس فيها من بدايتها، وده شرف ليا أنا وكل زملائي الشباب اللي اشتركوا في هذا الحدث، وده راجع لثقة القيادة السياسية فينا بصراحة. يعني لولا إن احنا اتاحت لنا الفرصة احنا ما كناش عرفنا إن احنا نعمل إنجاز زي دوت. بالإضافة لوحدة للمالية لمتابعة الاستدامة المالية وصرف المستحقات للمستشفيات، ودي من اللي حضرتك بتتكلم عنه المليارات اللي اتصرفت في خلال 5 سنوات. انا احب اقول لحضرتك ان احنا ان شاء الله في اقل من شهرين نحتفل بالعيد الخامس للمشروع، فده يعني انجاز يعني رهيب. الاول المشروع سيادة الرئيس اطلقه على مدة 6 اشهر، بس بعد نجاح المشروع تم مده ل5 سنين لحين تنفيذ او دخول
تأمين الصحي الشامل في كل المحافظات. وآخر وحدة وهي من أهم الوحدات للمشروع هي وحدة الجودة اللي أنا لسه بقول لحضرتك عليها، هي متابعة المرضى قبل الإجراء وبعد الإجراء، متابعتهم في تنفيذ الإجراءات، اتعاملوا كويس ولا لا، وتحصل منهم رسوم ولا لا. من جانب تاني كان في بعض الأهداف بس كانت الغير المواطن ما كانش يحس بيها قوي، أو الهدف اللي احنا كنا نفسنا فيه إن يدعم الخريطة الصحية. احنا الأول ما كناش نعرف، يعني قبل كده ما كناش نعرف القرار اتنفذ أو لا، أو اتنفذ فين، أو تم تحويله على مستشفى ولا لا، ما كانتش المستشفيات شايفة بعضها. لكن ده كان دورنا احنا كدور بقى وحدة تطوير ودعم فني، إن احنا يتعمل ديجيتال ترانسفورميشن أو تحول رقمي نربط من خلاله كل المستشفيات ديت، ان احنا يبقى عندنا المريض طلع قرار على انهي مستشفى نقدر نحوله على انهي مستشفى، ايه المحافظات اللي ما فيهاش تقديم خدمه، زي مثلا اي خدمه من الخدمات ال11 اللي انا قلت لحضرتك عليهم مش موجوده في انهي محافظه. فمن خلال الخريطه الصحيه دي ابتدينا يا اما الوزاره بتعمل على فتح او خلق وحده من الوحدات دي داخل المحافظه، او التعاقد مع القطاع الخاص. فكل دي اهداف المشروع، هو مش مشروع معالجه بس، هو معالجه للمواطن ومعالجه للدوله. يعني هو مشروع يعني هدية فعلا للمصريين من القيادة السياسية وبقامة السيد الرئيس. عظيم جدا، انا بشكرك جدا يا باشمهندس اكرم، كل الشكر للمهندس اكرم سامي مدير وحدة الدعم والتطوير للمشروع القومي الرئاسي لانهاء قوائم الانتظار. الف الف شكر. كمان على نتكلم على زي ما كان الرئيس بيقول على مبادرة انهاء قوائم الانتظار، واللي شملت تاني انا بقول لك الرقم 1.9 مليون حالة. وجه الرئيس الحقيقة الشكر لمنظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تبرعت تقريبا بأكتر من 4 مليار جنيه علشان يتم تخصيص 20 مليار كاملة للقضاء على قوائم الانتظار. خلينا نسمع نشوف الرئيس قال ايه في هذه الجزئية ونرجع نكمل الكلام. مبادرة قوائم الانتظار، يعني مش عايز اطيل عليكم، لكن عايز اقول ان هي لما عرضت عليا المبادرة دي من 4 سنين تقريبا كان الكلام على 12,000، مش كده يا دكتور مصطفى؟ كان 12,000، النهارده احنا بنتكلم في 1.9 مليون خلال 4 سنين. وساعتها كان الرقم اللي موجود لتخطيط هذه القوائم كان رقم اقل من يعني الدكتور خالد قال 15 مليار، هم 20، 15 من الدولة. وبرضه هنا لازم أشكر منظمات المجتمع المدني والهيئات اللي تم قدم التبرع بحوالي 4 مليار جنيه عشان تحقق تغطية ال 20 مليار جنيه بتوع قوائم الانتظار. إذن المبادرات هي أفكار بتحاول تحل يعني تحديات صعبة عشان تحسن من حياة الناس من منظور صحي يعني. طيب خلوني يمكن بس عايز اقول لك على شويه حاجات متعلقه كده بفيروس سي، او تحديدا بمبادره القضاء على فيروس سي او خلو مصر من فيروس سي. في اكتر من 80 مليون مصري خضعوا للفحص. طيب وبعد الفحص ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه في اكتر برضو من 4 مليون مصري تلقوا العلاج. أكتر من 4 مليون مصري تلقوا العلاج. طيب ونسبة الشفاء كم في المية؟ 98%، الحمد لله والشكر لله. خليني هنا أنا عايز أفهم أكتر على هذا الفيروس كان عامل إيه في مصر قبل المبادرة، وكان ممكن يعمل إيه لو المبادرة دي ما كانتش اتعملت واتنفذت ووصلت لهذه النتائج واللي بيتكلم عليها الرئيس في أنه تصبح مصر خالية من هذا الفيروس خلال أيام معدودة بإذن الله. من دكتور أحمد شاهين أستاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق، أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، ربنا يخليك. كنت حابب ان احنا نتكلم على صحة المصريين زمان وتحديدا فيما هو متعلق بفيروس سي. واضح او كما كنا نعلم جميعا ان احنا كان عندنا الملايين من المصريين مصابين بهذا الفيروس. فيجي هنا سؤالي، ماذا لو لم تحدث هذه المبادرة؟ ماذا لو لم نوفر هذا العلاج؟ ماذا لو لم نستطيع ان احنا نقدم العلاج بأقل سعر ممكن؟ كان هيحصل ايه في مصر؟ الحقيقه يمكن انا بقول تحققت المعجزه. معجزه؟
لما منظمة الصحة العالمية بتقول ان مصر خالية من فيروس سي بعد يومين، نقول لك الكلام ده نفرح بيه جميعا. معنى ذلك يعني ده شيء تحققت المعجزة، اللي طبعا احنا قاسينا كتير جدا كم من اهالينا وحبايبنا اللي هم كانوا بين عشية وضحاها يكون كويس بعد ايام يصاب بكذا كذا كذا كذا. هي طبعا كانت مأساة كبيرة جدا للشعب المصري، اللي هي طبعا خلو مصر من الفيروس سي هي المعجزه الجميله دي. اعتقد القياده المشيده كانت مصره ان الشعب المصري يعني يهنأ بصحه بعيد عن هذا الفيروس. ممكن حتى بعض الناس قالوا ان كورونا هشه بالنسبه لفيروس سي. يمكن مصر اللي بتبخ عن اصدقائها وحبايبها في افريقيا. طبعا طبعا كان هناك دعم الصحه لافريقيا، علاج وانشاء مستشفيات بافريقيا من مبادره تحيا مصر. طبعا كان هناك تحديات الملاريا، بدات مصر كذلك تبذل خبرتها في هذا النجاح الذي اشادت به منظمه الصحه العالميه، تبذل الخبره بتاعتها وعلمائها لافريقيا الشقيقه. هي ذلك اننا فرحانين النهارده المؤتمر المعرض الطبي الافريقي اللي كان الانبهار انا كنت فيه ان الافارقه كانوا كتير واهتمام مصر بصحه افريقيا على عكس الماضي. هي يعني كان في بعض المنغصات او ان احنا يعني ما كانش في كان في بعد بيننا وبين القريه قارة افريقيا. الحقيقه طبعا انا النهارده يمكن لما دخلت المعرض وشفت الافارقه بكثره، وطبعا ونحن بنهدف لصحه افريقيا، كان 90 دوله مشاركه و1200 متحدث وكان 316 جلسه منهم 36 ورشه عمل. الحقيقه طبعا كان نشاط الحقيقه طبعا يدعو للافتخار، كانت قايمه بهيئه الشراء المصريه. يمكن المؤتمر دول اللي لفت نظري فيه هذا المؤتمر انا كنت بسميه بوابه القاهره، وده طبعا شيء عظيم جدا اما مصر تحتضن افريقيا كل البلاد الافريقيه وعشان تكون الزعامه هي الزعامه. وكان بيكتسب المؤتمر دول كبيره في ضوء توجيهات السيد الرئيس. يمكن كان في برضه نظره في المؤتمر ملتقى كان عباره عن ملتقى الشركات العالميه الطبيه معاها جمع كبير من ممثلي الرعايه الصحيه على مستوى العالم. طبعا ده كان بيوفر لهم فرصه فريده لاستكشاف ما يتم وما سيتم في مختلف القطاعات، دي كان مستلزمات صحيه سيطرة او معامل او ما الى غير ذلك. طبعا يمكن حتى لفت نظري برضو لفت مؤتمر بوابتك نحو الابتكار والتجاره. على فكره كلمه الابتكار دي عندنا يعني حاجه كبيره قوي. الابتكار يعني الانسان يسارع الزمن. طبعا الإنسان يسارع الزمن، ويمكن كلمه الابتكار يعني احنا عندنا الاحدث وعندنا الاجود عندنا الاعظم يعني. صحيح. طبعا الهدف كان من المؤتمر برضه ان بنزود قدره افريقيا نحو تصنيع لقاحات من اعشاب مازق ثاني. كانت الدول الاوروبيه بتستاثر باللقاحات اللي عندها وما بتقدرش تدي الدول الافريقيه، لكن احنا النهارده ايدينا في ايديهم بنزود قدره افريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، وده شيء طبعا يعني فعلا من الضروري بمكان حتى لا تحدث اي ضغط او كارثة. صحيح. وننتظر الغير صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور احمد شاهين استاذ الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق.
ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام يا رب تكون كل حاجه تمام التمام. بص، مصر دايما بتحافظ على علاقاتها بالكل، بالكل، شرق غرب شمال جنوب، مصر بتحافظ على علاقاتها بالكل. ده واحد. اتنين، مصر لا تلتفت لصغائر وسفاسف الامور. مصر بتستخدم كل انواع الدبلوماسيه، الدبلوماسية الرئاسية، الدبلوماسية بتاعت وزارة الخارجية، دبلوماسية البرلمان، دبلوماسية المجتمع المدني إلى آخره، وتبدأ تشتغل في كل الأوقات. يعني والله في توتر إحنا شغالين، ما فيش توتر برضو إحنا شغالين، عايزين طول الوقت نفتح محاورات وجسور وأحاديث وهكذا. فهتجد مثلا أن في وفد من قيادات المجتمع المدني المصري، وبالمناسبة وفد رفيع محترم، بيختتم جولة الحوار المصري الأمريكي ما بين نيويورك وواشنطن العاصمة. من ضمن ومن أبرز المشاركين في هذا الوفد دكتور أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر. أهلا 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 بك يا دكتور. أهلا يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ أنا بخير، صوتك دايما يوحشنا. مرسي يا أستاذ يوسف، ربنا يخليك. دكتور أندريا، كنا عايزين نعرف على الحوار الذي تم في واشنطن وفي نيويورك، أبرز النقاط اللي حضراتكم اتكلمتوا فيها، ويمكن كمان أبرز المتحاورين مع الوفد المصري. مين اللي اتكلم معاكم؟ في الحقيقة احنا الرحلة كانت على جزئين، الجزء الأول في نيويورك، وفي نيويورك كان في مركز تحالف الحضارات بالأمم المتحدة مع السيد مورين تيروس الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من قادة المجتمع المدني والكنائس الأمريكية، ودار الحوار عما يحدث في مصر. وقال السيد مورين تيروس بالحرف الواحد: يجب أن تفتخروا بما حدث في مصر في العشر سنوات السابقة، فما حدث هو أمر مهم للغاية. ثم التقى الوفد في نيويورك بعدد من رؤساء الكنائس الأمريكية المهمين اللي جم مخصوص عشان يلتقوا بالوفد المصري، ودار حوار حول ما يحدث في مصر وما يحدث في الولايات المتحدة، وأهمية الاستفادة من الخبرات وبناء الجسور. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى واشنطن، وفي واشنطن دارت الحوارات التالية: الحوار الأول مع مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي والمسؤول عن منطقة الشرق الأدنى، ثم الحوار تم أيضا مع سفير الحريات الدينية السفير رشاد حسين، ومع مركز بناء السلام اليو اس اي دي، ثم التقينا عدد 4 من أعضاء الكونجرس الأمريكي. والحوارات دارت في مجملها في عدد من القضايا: الحريات الدينية وما يحدث في مصر هو غير مسبوق في هذا المجال، الإجراءات اللي بتتم من خلال الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي والذين تم الإفراج عنهم، الاهتمام ببعض التشريعات عبر البرلمان زي بدائل الحبس الاحتياطي، والكلام حوالين التعديل القانون الجنائي. تم الحوار حوالين قضية سد النهضة وأهمية هذا السد وتعنت أثيوبيا، وأن المياه ملك لـ 11 دولة وليس لدولة واحدة. كان هناك كلام عن حرية التعبير، وكلام أيضا حول حقوق الإنسان ورؤية مصر لحقوق الإنسان والدور اللي بيقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان. وكانت حوارات عميقة، وتفهم الجانب الأمريكي وتفهمنا وجهات نظرهم. وكان هذا الحوار في اعتقادي مهم، لأنه بيحط مرة ثاني أولوية ما يحدث في مصر وأهمية الحوار مع الولايات المتحدة إلى أجندة المهتمين في السن. أعضاء الكونجرس كانت مقابلات مهمة، التقينا بعدد 4 منهم وفي مقابلات فردية، ودارت الحوارات في نفس هذه القضايا. أنا بعتقد كان حوارا مثمرا. الوفد كان فيه السيد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، السفير كارم محمود نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأستاذ محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ، فضيلة الدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتي، والسيدة سميرة لوقا المسؤولة عن الحوار في الهيئة الإنجليزية. والحوار كان فعلا عميق، وفي
في تبادل للخبرات ووكالات النظر. عظيم جدا. طيب هنا دكتور محتاج أسأل على هم اتكلموا في ايه فيما يتعلق مثلا لما اتكلمتوا معهم عن الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، شافوا ده ازاي؟ انطباعاتهم عنه ايه؟ بيتابعوه الى اي مدى؟ بيتابعوه بدقة شديدة وفي متابعة لما يحدث، وبالذات الحوار اللي كان مع مساعد، مع نائب مساعد وزير الخارجية او مع سفير الحريات الدينية، شافوه طبعا نقطة مهمة وتطور مهم فيما يحدث في مصر في هذه المرحلة. وطبعا احنا كمجتمع مدني احنا بننقل لهم ما نراه بأنفسنا وبعيوننا، مش ما نسمعه، ما نراه ونشاهده. وطبعا الحوار الوطني بالذات هو بلا أي سقف أو حدود، وهناك حرية في التعبير، وهناك آراء إيجابية وآراء مع وآراء ضد، فده كان له تأثير كبير جدا في الحوار معهم. عظيم جدا. يعني هم شايفين الحوار الوطني باعتباره خطوة إيجابية 100%. 100%. ولا سيما إن احنا نقلنا لهم الآراء المؤيدة والمعارضة، هايل، وإنه إزاي عبر وسائل السوشيال ميديا تم نقل الكثير من الآراء، وده مناخ صحي في الحقيقة ومناخ مهم جدا. وبالذات لجنة العفو الرئاسية، لأن دي لجنة مهمة جدا، وكمان السادة النواب اللي كانوا معانا كانوا بيتكلموا على أنه إزاي اللجان التشريعية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ مهتمية بالنظر في بدائل الحبس الاحتياطي، تعديل قانون الإجراءات الجنائية وغيره. فهناك عدة اتجاهات ومسارات تعمل في مصر حاليا نحو دفع العيش المشترك. وتكلمنا كمان عن العلاقات الإسلامية المسيحية، وتكلمنا كمان عن قانون بناء الكنائس، وتكلمنا عن الحريات الدينية الموجودة في مصر وهي غير مسبوقة. كانت حوارات ثرية وغنية يا أستاذ يوسف. عظيم جدا جدا جدا. والله يا دكتور أنا ببقى مبسوط لما بسمع صوتك، ومبسوط أكتر بالمناسبة بالكلام اللي حضرتك قلته على خلفية هذه الزيارة لنيويورك والواشنطن. يعني تبدو زيارة إيجابية ومثمرة وممتلئة أيضا بالأخبار السعيد. أتمنى أن احنا نلتقي قريبا دكتور. والله شكرا. وأنا أحب بهذه المناسبة أشير إلى برضو استقبلنا معالي السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن، وكانت أمسية مهمة معاه، وبالحقيقة كان وقت مثمر للغاية. شكرا جدا. أنا بشكرك جدا يا دكتور. ألف ألف شكر للدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر. شوف اللي بيتقال ده مهم جدا، اللي قاله الدكتور أندريا ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الفقير إلى ربه تعالى. لما سافرت في إطار برضو وفد في شهر 9/2021 وجدنا تقريبا نفس الانطباعات، اللهم إلا أنه ما كانش لسه في الحوار الوطني، ما كانش لسه في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. القاعة اللي ظهرت دي أنا عارفها لأن أنا قعدت فيها، اللي هي دايرة الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية. الناس نظرتهم لما يحدث في مصر أو تحليلهم يحدث في مصر إيجابي جدا جدا، على الصعيد الاجتماعي، على صعيد الحريات الدينية، على الصعيد الاقتصادي، على صعيد التوجهات بتاعة الدولة لخلق مناخ سياسي أكثر رحابة، أكثر هدوءا، أكثر تقبلا، استيعابا، احتواء إلى آخره. كل ده اللي كان في 9/21، فما بالك في شهر 6/23 بعد ما بقى في حاجة اسمها الحوار الوطني، بعد ما حصل تفعيل للجنة العفو الرئاسي إلى آخره. وعليه ده اللي أنا كنت بقوله لك، إحنا طول الوقت ما عندناش أي مشكلة إن إحنا نعرض كل ما لدينا في مصر، وعرضا وافرا شفافا واضحا جدا. هزيدك بقى من الشعر بيت. الناس هناك عارفة اللي بيحصل في مصر، هم بيتابعوا كل الجرايد، بيتابعوا كل التلفزيونات، عندهم طبعا هنا السفارة، عندهم استطلاعات بتتعمل، عندهم مراكز أبحاث سياسي واجتماعي واقتصادي، فعارفين كل حاجة بتجرى وشايفينها زي ما احنا شايفينها بالظبط. المذهل جدا انه الناس هناك
شايفة اللي كتير مننا مش بيشوفوه. يعني ايه؟ اللي عندنا مش بيشوفوه لانهم عاوزين احيانا يبصوا بعين واحدة، او احيانا اخرى عاوز يغمض العينتين مش عاوز يشوف. هو عاوز يعتبر انه كلمة لأ هي وسام على صدره. والمناسبة هي كلمة لأ مش وسام، ولا كلمة ايوة وسام. هو لأ على الايه وايوة على الايه. جو خلقت لأعترض ده تفاهة ومراهقة وصخب، وجو برضو خلقت حتى ان انا اقول على كل حاجة ايوة حلوة جميلة برضو مشكلة، ومشكلة كبيرة. مش حاجة في الدنيا دايما حلوة، هو مفيش حاجة دايما في المطلق وحشة. يا راجل ده اللون الأبيض نفسه ما هوش أبيض ناصع خالص، ده خليط من الألوان السبعة الأساسية. طيب تعالى هنرجع تاني، مش بس على مرجعنا فيما يتعلق بهذا المؤتمر الطبي والمعرض الطبي المهم اللي بنتكلم فيه، هو الرعاية الصحية المصرية واهتمام مصر واهتمام رئيس الجمهورية بنفسه بصحة المصريين إلى هذا الحد. أنا ذكرت لك بند واحد فقط زي فيروس سي، وده اللي تقريبا اتصرف عليه حوالي 400 مليون دولار. ده بند واحد، ما بقولكش على كمان، يعني 400 مليون دولار دول عايز تضربهم في سعر البنك المركزي يعملوا قد إيه؟ مليارات. يا نهار أبيض، يعني 400 في 10 ب 4 مليار في 3، يعني يعملوا 12 مليار، يعني يعملوا حوالي 13 مليار جنيه على بند واحد، و20 مليار اتعملوا على قوائم الانتظار، ده بند تاني، وهكذا. كم الإنفاق اللي بتعمله مصر علشان خاطر الرعاية الصحية هو فعلا إنفاق غير مسبوق. عمرنا ما سمعنا هذه الأرقام، لا في الفلوس ولا في الناس اللي تلقت العلاج. سيبك من الفلوس، خلونا في أعداد المصريين اللي تلقوا علاج مجاني في 4 سنين ولا 5 سنين ولا حتى 6 سنين اللي فاتوا. العدد مهول. أنا عايز أذكركم بمشهد شفناه من حوالي سنة ونص كده أو سنتين تقريبا، القوافل الطبية اللي كانت بتلف في الصعيد وكان فيها سيدات قد أمهاتنا أو قد جدتنا كمان في بعض الأحوال، وكان بيتعمل لهم كشف على العين، نظر وقاع عين ومش عارف إيه وحاجات زي كده، وبعدين يطلع لهم القياس بتاع النظارة، وبعدين يتوفر لهم النظارة اللي بيختاروها. أنا متذكر المشهد، وكانت ست فاضلة قاعدة كده وقدامها موديلات النظارات حوالي خمسة، يعني بتاع اللي بتلف دي، كانت خمسات أو ستات، وهي بتختار النظارة اللي هي عايزاه، ويتم توفير هذه الأمور أيضا مجانا، وهكذا. يا سادة كرام، مصر خلال 8-9 سنين اللي فاتوا عملت كتير، وهي لسه هتعمل كتير. تعال أخدك بقى لحاجة مهمة جدا. أنا كان ليا شرف مرة واحدة، مرة قابلت فيها السوبرانو المصرية الكبيرة المهمة العظيمة دكتور نيفين علو، مرة واحدة. وطبعا ده حظي الجيد، حظي غير الجيد ان يمكن ما قابلتهاش بعد كده تاني. دكتور نيفين علوبة حصلت على وسام الفنون والآداب الفرنسية وبرتبة فارس، وهو أرفع وسام بتقدمه الحكومة الفرنسية في هذا المنح. معانا على التليفون السوبرانو المصرية دكتور نيفين علوبة. أهلا 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 ومبروك وسام فارس. أهلا أستاذ يوسف. ازيك يا دكتور نيفين؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله، ربنا يخليك. انا كنت اقول انه كان ليا حظ جيد جدا وعظيم ان انا قابلت حضرتك مرة واحدة بس في حياتي، لكن حظي العاثر ان احنا ما تقابلناش تاني. بس فأتمنى فعلا ان احنا نتقابل تاني، لان انا مهم عندي ان احنا نتقابل ونبقى في البرنامج ونتكلم، يعني عندي اسئلة كتير جدا ما ظنهاش هتخلص. لكن هرجع مرة تانية لدكتور نيفين. الأهمية وسام زي ده لما بتقدمه فرنسا، ومعروف أن فرنسا قد تكون هي الأهم دائما من وجهة نظر الكثيرين ومن أكثر الشعوب اللي مهتمة بالفنون، وكما نسميها دائما باريس عاصمة النور. أهمية الوسام ده لدكتور نيفين إيه؟ الحقيقة يعني ده شرف كبير جدا جدا
اولا طبعا علشان يعني اعتقد اي حد لما بيتقدر ويبقى فاهم ان الناس شايفه المجهودات اللي هو عملها في طريق حياته كلها، فده بيبقى احساس جميل جدا. غير ان طبعا الوسام ده استلموه قبلية عظماء في مصر، يعني منهم حتى يعني الأديب الكبير نجيب محفوظ، أستاذ جمال الغيطاني، يعني الناس جميلة يعني كبيرة قوي. فإن يدرج اسمي في قائمة الناس اللي خدت نفس الجائزة أو الوسام يعني دي حاجة شرف كبير قوي. دكتور نيفين، أنا بقى من ضمن الأسئلة اللي أنا كنت محتاج أسأل حضرتك عليها هي أنه بتشوفي مستقبل الأوبرا في مصر عامل ازاي؟ مستقبل مواهب المصريين اللي خدوا قرار ان هم يسلكوا هذا الطريق عامل ازاي؟ بص الطريق يعني اولا لازم اقول ان مصر ولاده جدا، يعني في مواهب فعليا كتيره قوي. لما الواحد بيجي يوجه طالب لما يجيله يعني وصوته جميل ومستعد انه يذاكر ويضحي ويخوض تجربة التدريب يعني الى ان يصل لمرحلة انه يبقى مغني اوبرا، دي الواحد بيبقى فخور بيه قوي. احنا طبعا للأسف عن الفن الأوبرالي ما هواش نابع من عندنا يعني من بلدنا، فلازم يبقى يعني التوجيه يبقى الى انه يتدرب ويكبر عندنا ويسافر برا يخوض التجربة بتاعت انه يعيش في وسط بلاد اوروبا خاصة يعني اللي هي ده فن يعني نابع منها. وبعد كده اللي فيهم بيبقى يعني حظه كويس بيقدر انه يلاقي طريق سهل او مش سهل سوري طريق يوصله للنجاح العالمي، وده احنا اوريدي عندنا كذا شخص في اوروبا بيغنوا ومعروفين، وبعد كده يرجع مصر بقى وينقل زي ما انا والجيل بتاعي ينقل الثقافه بتاعته والتجربه دي للشباب المصري التاني. صحيح. أنا بشكرك مرة تانية يا دكتور نيفين، وببارك لك يعني من قلبي فعلا مرة تانية وتالتة وعشرة، وأتمنى فعلا أن احنا يعني نعمل حلقة كده سوا إذا وقت حضرتك سمح، ده يبقى مهم جدا بالنسبة لي. أنا واحد من الناس اللي مهتمة بالفنون بشكل عام ومهتم الحقيقة بالأوبرا جدا بشكل خاص، أتمنى أن أنا أشوف أوبرا في كل محافظة مصرية. يعني كل الشكر لدكتور نيفين علوبة السوبرانو المصرية العظيمة والعالمية. بصوا بقى احنا الاسبوع اللي فات شفنا مش رياح خمسينية، احنا شفنا عواصف ترابية انا ما شفتهاش في عمري كله. 48 سنة اللي فاتوا دول انا ما شفتش اللي شفته يوم الجمعة اللي فاتت. حاجة كان جمعة ولا خميس؟ والله ما انا فاكر كان الخميس. الدنيا ضلمت من التراب يا اولاد. والله. وبعدين دلوقتي هيئة الارصاد بتقول خلي بالكم رياح خمسينية مثيرة للأتربة بنهاية الأسبوع. ده بقى يلزم علي أن. طيب خلونا ناخد معانا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ازيك يا دكتور منار؟ أهلا بيك أستاذ يوسف وأهلا بكل السادة المشاهدين. هو احنا هنشوف اللي شفناه الخميس اللي فات ولا إيه؟ هو هنشوفه بس مش بنفس الشدة، يمكن يعني كمان ذروة الحالة الجوية هتبقى الخميس اللي جاي إن شاء الله بعد غد. هيبقى في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، هيكون في اتربه ورمال مصارة، وهيكون كمان في سقوط امطار متفاوته في الشده ورعديه، لكن مش بالضروري تكون بنفس الشده اللي احنا شفناها الخميس الماضي، وان شاء الله تكون اقل شده، لكن طبعا هيكون في منخفض جوي خمسيني موجود في الصحراء الغربيه هياثر علينا بارتفاع ملحوظ في درجات الحراره العظمى. على القاهره الكبرى هتوصل ل 38-39 درجه مئويه فتره النهار، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد 44-45 درجة مئوية، بالتالي الارتفاع الملحوظ وأجواء شديدة الحرارة فترة النهار. أيضا المنخفض الجوي ده هيأثر على المناطق الداخلية، يمكن هو هيبدأ غدا الأربع إن شاء الله في أقصى غرب البلاد، ده هيكون في أتربة ورمال مصارة وتدهور رؤية أفقية في الصحراء الغربية وفي السلوم ومطروح وسيوة، مع يوم الخميس المنخفض هيبدأ يتقدم للمناطق الداخلية، فمعناه إن هيكون نشاط للرياح سرعاته ما بين 35-45 كيلومتر على الساعة مناطق الصحراوية، فهيؤدي لرؤية الرمال والأتربة
في أغلب محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات فيها ظهير صحراوي بشكل كبير، الصحراء الغربية، سواحلنا الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومدن القناة والأتربة والرمال المثارة، هتؤدي لانخفاض وتدهور رؤية أفقية خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المكشوفة. كمان مع الأتربة هيكون في أمطار، والأمطار دي هتكون متفاوتة الشدة، واللي وارد إن هي تكون رعدية في بعض الأماكن، والسحب الرعدية دايما بيكون معها بعض الرياح الخافتة اللي بتزود سرعات رياح وبتزود شدة الأتربة والرمال المثارة. وإن شاء الله مع يوم الخميس تكون في استمرار للحالة الجوية لكن بصورة أقل من يوم الجمعة، بعتذر، تكون في استمرار للحالة الجوية لكن بصورة أقل من اللي هتحصل الخميس، ومع مساء الجمعة والسبت يكون في تحسن في الأحوال الجوية. لكن برضو نأكد إن احنا في الخريف بيحصل تقلبات جوية حادة وسريعة، بيحصل تغير في خرائط الطقس في التنبؤات الجوية، فنأكد مرة أخرى مع حضراتكم ومع السادة المشاهدين سرعات الرياح وشدة الحالة الجوية غدا الأربعاء إن شاء الله، الحالة الجوية المتوقعة يوم الخميس لأنها تبقى الذروة بإذن الله. بس ناخد بالنا طبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا. طب دكتور منار، ده كلام جميل، خلينا أخش في الكلام العملي. مدى الرؤية يوم الخميس قد إيه؟ هو مدى الرؤية يوم الخميس هينخفض وهيتدهور، لكن احنا ما نقدرش نقول دلوقتي مع استاذ يوسف ما نقدرش يعني الخميس اللي فات يتضعي. لا ما انا واحده واحده بس، الخميس اللي فات في بعض الاماكن كويس كويس، الخميس اللي فات كنتوا حضراتكم محددين مدى الرؤيه، قلتوا يا جماعه مدى الرؤيه مش عارف هيبقى قد ايه على الطرق المفتوحه وهيبقى قد ايه كذا، حددتوا مدى الرؤيه. انا سؤالي هو مدى الرؤيه الخميس ده هيبقى قد ايه؟ لانه الناس اللي هتسافر عايزه تعرف، مثلا الناس اللي هتروح اشغالها عايزه تفهم، الناس اللي بتاخد الطرق الدائريه والطرق السريعه عايزه تعرف. طيب هو مدى الرؤيه هينخفض بشكل كبير خاصه في الطرق الصحراويه واللي ممكن يوصل لاقل من 1000 متر، يعني ممكن مدى الرؤيه على الطرق الصحراويه تحديدا والطرق السريعه يوصل لاقل من 1000 متر، ده يوم الخميس تحديدا. فناخد بالنا من انخفاض الرؤيه الافقيه، وخاصه كمان في بعض الاماكن اللي هيكون معاها سحب رعديه ممكن مدى الرؤيه ينخفض كمان عن 1000 متر لو في سحب رعديه ومعاها رياح هابط. طب مش هو ال 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 هينزل مطر ولا مش هينزل مطر؟ هيبقى موجود مطر لكن كميات الامطار هتبقى خفيفه، مش هتاثر بشكل كبير على الحاله الجويه، يعني انا مش هتهبط التراب، يعني الامطار بتهبط التراب، هو بالفعل في بعض الاماكن هتهبط التراب شويه، لكن هيكون ايضا الاتربه موجوده، ممكن بعد الاتربه ما تكون موجوده يحصل المطر هتهدي الدنيا شويه، فعشان كده احنا بنقول هيكون في تحسن او الحاله الجويه اقل يوم الجمعه، ومع انتهاء يوم الجمعة الحالة الجوية تتحسن وتبقى الأجواء مستقرة بشكل. طيب درجة الحرارة يوم الخميس اللي فات كانت كام طبقا للهيئة؟ طبقا اللي احنا سجلناها الخميس الماضي وصلت 39 درجة مئوية، والجمعة وصلت 41 درجة مئوية. طيب سؤال بقى، ليه درجة الحرارة بتبقى على الترمومترات بتاعت العربيات أكتر من كده 4-5 درجات؟ يعني 39 دي عندنا، وأنا الترمومتر بتاعي ابن لذينة بصراحة حقيقي يعني، كانت عاملة 43.5. تمام، ده طبيعي جدا. ليه؟ لأن احنا درجة الحرارة اللي احنا بنقولها في نشراتنا كلها هي درجة الحرارة المقاسة في الظل تحت شروط ومقاييس معينة وضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لكن درجة الحرارة اللي احنا ممكن نحسها في الشارع نتيجة تعرضنا لأشعة الشمس المباشرة بتختلف عن القيم دي وبتكون أعلى طبعا. أزود قد إيه؟ موجودة ممكن نزود مع التعرض المباشر لأشعة الشمس ممكن تروح من 3-4 درجات، وجود نسب رطوبة في الجو تخلينا كمان نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. طبعا لو أنا موجود تحت أشعة الشمس وراكن العربية في أشعة الشمس أكيد المكان ده هيبقى فيه تعرض لأشعة الشمس بشكل كبير، فالمكان ده هيبقى أدفى وأسخن طبعا من الأماكن اللي ما فيهاش أشعة الشمس، فهنزود بس على حسب مدة التعرض لأشعة الشمس، الوقت اللي هتعرض فيه لأشعة الشمس، يعني فترة الصبح مش هتكون زي فترة الظهيرة، فهي بتختلف من منطقة للتانية، بتختلف من مدة التعرض، وقت التعرض، وجود نسب الرطوبة، وجود سرعات رياح ممكن تأثر كمان على درجة الحرارة، عشان كده احنا دايما اللي احنا بنقولها في نشراتنا هي درجة الحرارة المقاسة في الظل، درجة حرارة الهواء، لو انا موجود في الشارع او تحت اشعه شمس مباشره او في نسب رطوبه اكيد المحسوسه بتبقى اعلى من القيم دي، خلينا نقول بقيم تتراوح من 3-4 درجات يعني تقريبا كده في بعض المحافظات. باذن الله. انا بشكرك جدا جدا يا دكتور منار، كل الشكر دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. يعني بصوا يا جماعه من الاخر، درجه الحراره احسب عليها زياده كده 3-4 درجات،
عشان بس تبقى عامل حسابك، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هو في أتربة بس هي أقل من الأسبوع اللي فات. أدي كل القصة. اهلا وسهلا بكم. بصوا بقى، انا من غير مقدمات طويله، انا سبق وقدمت ضيفي وهو غني عن التعريف وحضراتكم عارفين كاتبنا ومحللنا وخبير شؤون الجامعات المتطرفه الاستاذ ماهر ترغالي. منور. نورك يا صديقي العزيز، وبكون دايما سعيد معاك. لا والله ده انا ببقى اسعد بكتير. تخيل 10 سنين عدت على 30/6/2013. زي الهوا. لسه فاكر كانه امبارح وانا في جريده الوطن شغالين فوق في عز الايام دي، وشايف الاخوان في الشارع بيهجموا على المقر الجريد عندنا. يا نهار ابيض. كانت في الايام الاولى بعد عزل مرسي مباشره. كنا احنا في الدور، كنت انا في الدور الرابع تقريبا، وبنتابع ساعتها الاحداث، ما كناش بنروح في ايام الشغل دي، كانت ايام طاحنة وذكريات. ما فاكر في مره مدير، يعني وانا بعد ما روحت كمان كان بعد المغرب، مدير التحرير اتصل عليا اللي رجع تاني كمان، فكملت الليل. كانت ايام ما كناش بننام في الحقيقه، في حتى في الثلاث سنين من 2011 13 كانت ايام شغل في الاعلام والصحافه. اصل الاخوان دلوقتي بيدعوا ان هم دعاه الحريه وحريه الراي والتعبير وابداء الاراء والتفكير، وهو رايح لجورنال عشان يحرقه ويعور او يقتل. نسيت حصار مدينه الانتاج ولا ايه؟ ما لا، ده انا كنت انت حضرت بنفسك يعني. بقول كده في الحلقه كان يجي يعني. حصروا، بداوا الاول بقوات حازم صلاح ابو اسماعيل قتلت حازم ثم بعد ذلك توالت الهجمات وكنا نلف علشان ننط من فوق اسوار وندخل من ابواب كانت ملغيه وحتت كانت اسوار قديمه يتفتح لنا منها، حتى زملائنا من العاملين في القنوات بمعاول بسيطه وبتاع عشان نعرف ننفذ من حته قد كده عشان نخش الاستوديوهات نشتغل. ايام الله لعتها في الحقيقه كانت ايام صعبه جدا، لكن دلوقتي بقي الذكريات هي مش مريره قوي، لكن ذكريات ممكن تقول الدفاع عن الوطن وحب الوطن، وازاي ان احنا في الفتره دي يعني ناس كتير قوي ضحت وناس تعبت وناس باعت وخانت، يعني باعت وخانت بسهوله جدا يعني في الفتره دي. لا، وباعوا بلا تفكير. وبعدين حكايه شعار الحريه والقصه دي، ارجع لوثائق التمكين اللي هي بتاعت خيرت الشاطر وقضيه السلسبيل، ولازم هتشوف ازاي نحيد القوى السياسيه. وازاي ان احنا مع الغرب نتواصل مع الغرب، فلازم ارفع شعار الديمقراطيه والكلام ده يعني. فهي اصلا شعارات بتكون براقه، حتى ما بعد عزل مرسي هنلاقي ان هو في الخطه بتاعتهم حاجتين او ثلاثه. واحد، تحييد القوى السياسيه برضه. اتنين، الهجوم على الجيش والشرطه. دي اتنين، دي لازم يعني ازاي ان انا باعتبار ان الجيش هو حامل حمى تحديدا. انا اتذكر وصححني في اللي انا هقوله، محمد البلتاجي سيء الذكر، محمد البلتاجي طلع في برنامج على الهوى يتكلم على رؤية الجماعة ورؤية محمد مرسي في ضرورة تشكيل قوة موازية لقوة الشرطية بتاعت وزارة الداخلية. ده كان واضح من 2012 انه لازم يتعمل. ونرجع لورا كمان، لا من 95 كمان، النواة، ان انا اعمل نواة تبقى جاهزة لما يسمى الجناح الخاص المسلح، وتدرب في الخارج وترجع تبقى جاهزة بمجرد ما نقرر ده في مرحلة مقبلة، دول هم اللي هيكونوا قادة هذا النظام الخاص. ده تم بسرعة 2011 بقى جت وبتاعه، فهم ما كانوش جاهزين بشكل متكامل، فبدأوا يفكروا في ما يسمى عمل حرس ثوري على غرار الحرس الثوري الإيراني. وكان في زيارة لمسؤول إيراني واحنا عارفين كلنا طبعا. وده جه في مسلسل هجمة مرتدة، وده كان بيوثق الحالة دي، وقعد معاهم، وكان في اجتماع كمان مهم جدا حصل في مدينة بنغازي في ليبيا، وكان حاضره محمود عزت وعصام الحداد وواحد اسمه أبو عبيدة في ليبيا، ولتجهيز ما يسمى
وفي ثروة صلاح شحاتة كمان ودلوقتي مقبوض عليه. تجهيز ما يسمى هذا الحرس الثوري اللي هو مش عارف كان يطلقوا عليه الحرس الثوري الإخواني ولا أي اسم، لكن هو كان في حرس بيتشكل. الجماعة الإسلامية المصرية في الصعيد استعجلت ده، وشوفنا طلعوا بموتوسيكلات ورايات سودة. صح. ده موثق بالفيديو. متصور. متصورة وطالعين ان هو استعدادا لعمل ما يسمى الحرس الثوري اللي هو يؤمن وهيكون جناح بديل للجيش المصري، بحيث ان انت يبقى جيش قدام جيش. ودي بالمناسبة استراتيجية وسياسة، السياسة الميليشياوية. الميليشياوية دي خلاص بدأت دول كتيرة جدا تستخدمها. يعني حكاية ان انا اعمل ميليشيات تقاتل على غرار الجيش وشغلها سواء في داخل الدولة او في خارج اطار الدولة. يعني مثلا فاغنر مثلا الميليشيات اللي هي في ليبيا، الميليشيات اللي هي الإيرانية مثلا في بعض المناطق. فاذا انت عندك دي سياسة واستراتيجية جديدة اللي هي حرب الميليشيات، الحرب اللي هي اللا متماثلة مع الجيش. يعني الجيش هيقاتل بقى في حرب شوارع وقصص بيتعب، يعني امور بترهق اي جيش في العالم. فهو كان عاوز يعمل حرس ثوري شكله. ده مازل لو لم تحدث 30 يونيو فأنت كنت ستشاهد حرس ثوري بشعارات إسلامية بديل للشرطة والجيش في الشوارع، وشوف بقى هيعمل ايه بقى. طب خلينا نقعد نفكر على اكتر من زاوية، ازاي 30/6 أنقذت مصر من براثن الإخوان والجماعات المتطرفة. يعني على سبيل المثال أنا أتذكر كويس جدا أن هم عملوا مجموعة من الكتائب اللي كانت بتلف في بعض المحافظات، وكان من أشهرها محافظة إسماعيلية لما قطعوا ودن الولد اللي كان ماشي مع خطيبته في الشارع على سبيل المثال، وكانوا بدأوا بالفعل في تشكيل النوع ده من الكتائب. وأفتكر كمان حتى برضو سيء الذكر محمد البلتاجي، سيء الذكر جدا، سيء الذكر محمد البلتاجي لما طلع يهدد وهو متصور لما كان وقتها مسيطرين على ميدان الشهيد المستشار هشام بركات عند جامع رابعة العدوية، وقال إنه لو عاوزين اللي في سيناء يتوقف علينا بإعادة مرسي للحكم، أو على الجيش بإعادة مرسي للحكم مرة تانية. فأدان نفسه لأنه غبي يعني، بس دي قصة. لكن تعال نقعد نفكر كان هيبقى إيه شكل الشارع في مصر، إيه شكل التلفزيون والصحافة في مصر، إيه شكل الثقافة مع علاء عبد العزيز اللي كان وزير الثقافة بتاع الإخوان، إيه شكل التموين اللي كانوا بيسرقوا فيه الدقيق ويدوه لتجار الإخوان يتاجروا بيه في السوق السوداء وموثق ومثبت برضو، وهكذا. نبدأ بالشكل الأول اللي احنا كنا متكلمين فيه الميليشياوي. أولا انت شفت المؤتمر اللي كان في الاستاد طبعا، والدعوة أولا ما قبل اللي هو احتفال 6 أكتوبر وحضور طبعا طارق الزمر وغيره قطرة السادات في الاستاد في ذكرى 6 أكتوبر يعني، والحادث الاتحادية المهم جدا، حادث المذبحة 4 ديسمبر مذبحة الاتحادية الأولى الشهيرة بجبنة نسكو والإعلان الدستوري. فأنت شايف البلد راح لمنطقة معينة، بعد كده أحداث سيدي جابر وأحداث وإلقاء الأطفال من فوق أسطح البنايات وأحداث القائد إبراهيم، فخلاص إحنا طيب. وفيكتور عمانويل، الحالة الميليشياوية دي أنت بتشكل هنا جماعات، أطلقت جماعات من السجون وأطلقت جماعات متنوعة بأشكال مختلفة، سلفية جهادية، حزمون، بعد كده تلاقي أولاد حزم أبو إسماعيل، إيه حزمون ويا أولاد أبو إسماعيل، وحركة طلاب الشريعة، وحركة مش عارف ثوار من أجل، وحركة تطبيق الشريعة مش عارف لمين، حركات متنوعة ومختلفة. الحالة دي خلاص بتتشكل في طور التشكل، بحيث انت هتلاقي جماعات مختلفة، وكل جماعة فيما بعد خلي بالك هم كانوا في مرحلة واحدة في بوتقة واحدة وعلى مركب واحد، لكن فيما بعد هيتنافسوا مع بعض، وهتبدأ مذابح مش مذابح ومعارك مع الدولة ولا مع الشعب ولا مع الجيش، لا مع نفسهم هم كمان. يعني انت كنت هتشهد معارك في الشوارع، معارك من نوع غريب جداً. دي اللي شهدتها دول كتيرة، الصومال وشهد أفغانستان، هتشوفه في سوريا. في سوريا يمكن 120 فصيل، تخيل 120 فصيل. يعني احنا دينا متابعين للحالة دي، استحالة ان انا اقدر احصي ما يجري كل يوم من هذه الفصائل، صعب جدا. عاوزة كتيبة تقعد بس الفصائل سوريا بس. الحالة دي كانت هتحصل في مصر، دي اول مشهد واول سيناريو، حرس الثوري والحالة الميليشياوية دي من الجماعات. دي واحد.
على الناحية الاقتصادية، أنت جمعية تبدأ لحسن مالك خلاص هي بتسيطر، بدأت تسيطر على شركات وجابوا عملوا اجتماعات جمعية رجال أعمال خاصة بيهم ونبدأ نستقطب رجال الأعمال، ده بدأوا من 2000 وأخر 2011 كمان واشتغل خلاص. يبقى أنت الحالة الاقتصادية أنت شايف حالة احتكارية لشركات معينة بشكل معين، والاقتصاد هنا ما فيش حتى رؤية. يعني أنت بتتكلم على يقولك مشروع نهضة، لا ما فيش نهضة، ما فيش، هو اعترفوا بعد كده قالك ما فيش عندنا، هو أهم مشروع عندهم لما بيعملوا محلات بقالة يعني ده كان أكبر تصوراتهم الاقتصادية. هو شاطر، ما هو خيرت الشاطر كان شاطر في قصة البقالة، البقالة والنقابات، وفلوسه كلها هو حسن مالك من معارض الموبيليا ومعارض استغل حالة السلع المعمرة والكلام ده كله. وبعد كده راحوا عملوا شركات أوفشور وراحوا جنوب أفريقيا وراحوا الدول دي وعملوا شركات تانية كتير. فهو هنا أنت هتشوف الحالة الاقتصادية هنا ما فيش رؤية خالص، وإحنا كنا شايفين انحدار، أزمة أنابيب، أزمة كهرباء، أزمة بنزين، أزمة في سلع التموينية، لا رايحين في خراب مستعجل. طيب دي اتنين، أزمة سياسية بقى، شوف على الرؤية السياسية ما فيش رؤية سياسية، والدليل الموضوع حتى اللي حصل في موضوع الاجتماع بتاع سد النهضة، دي ناس على الهوى، دي ناس متخلفين عقليا، ناس متخلفين عقليا ما تعرفش حتى، وفي الاخر يقول لك احنا تعمدنا، تعمدت تفسد علاقتي بقارة بالكامل، بقارة بالكامل وهدد دول وحاجات زي كده. فانت ما عندكش رؤيه سياسيه، وفي ذات الوقت تخبط رفع شعارات في الرؤيه السياسيه الدينيه، يعني هو بيرفع شعار ديني كبير جدا وبتاع والاسلام، وفي النهايه يقول لك اخي العزيز بيريز، فاكر الجواب ده؟ أنا بفكرك بعد والله بفتكره معاك على الهواء، خلي بالك أنا بتكلم تلقائي مش محضر. لا لا أنا محضر. إحنا أنت مش محتاج تحضر. فإحنا قاعدين بنتذكر وأنت الأحداث اللي أنا عصرناها كلنا. صحيح. يعني في جيل من الشباب ما شافش بالمناسبة. للأسف. ما شافش الكلام ده. لحسن حظه وللأسف في نفس الوقت. للأسف لأنه أنا ببقى خايف لحسن يتم العبث في دماغه. والحسن حظه إنه ما شافش الأيام السودة دي. ولذلك إحنا عاوزين نذكر دايماً. يعني نيجي نعمل نذكر بالحاجات دي، في اعمال دراميه، في اعمال، في برامج صراحه مهم جدا للاجيال تفهم ما كان يجري. ان عصر حاجه صراحه كانت ماساه حقيقيه، ماساه بكل المقاييس. انا اقول لك الحاجه، انا في مره رحت كلفت بعمل صحفي، فرحت اعمل حوار مع القيادي اللي هو بيسموه قيادي جهادي كبير جدا اسمه احمد عشوش. طبعا. فهو رجل من تنظيم طلائع الفتح، مؤسس السلفيه الجهاديه، وهو بيقول لك انا مؤسس المؤسس الحقيقي لما يسمى الطليعه المقاتله في مصر، الطليعه المجاهده. طب ماشي يا سيدي. فرحنا له وكان معايا المصور بس. وانا كنت بينه وبينك في مغامره سريعه مرتعب ان هو يكون شافني في التلفزيون. فلو رحت هينفرد بيا هناك وانا مش عارف انا رايح فين. ففوجئت ان انا داخل الى مقابر في قرية اسمها العوايد تبع البحيرة ما بين البحيرة واسكندرية، ودخلونا خدونا بعربية 4x4 ودخلونا على المقابر جوه الموتى، وهو عامل مكتب بداخل المقابر وسط المقابر، مكتب فاخر جدا ومكتبة وكلام زي كده، ومعاه ابنه الصغير بيتكلم انجليش، امه من البوسنة معرفش كلام عربي. وقعدت معاه، فالحمد لله ما كانش شافني هو في التلفزيون او ما يعرفنيش يعني، فالحمد لله. فطبعا ففوجئت معاه ناس كتيره جدا، وده داخل وده طالع. فانا سالته سؤال، قلت له انت مين دول وانت ناوي تعمل ايه؟ قال لي انا ليا في كل محافظه ناس زي دول، ولو تم عزل مرسي هنعملها، هنولع البلد. ما هم عملوا كده في الصعيد يعني في المنيا. انا بديك مثل بس، وهذا الكلام مسجل صوتا وصوره. كل الترحيب بضيفنا العزيز الأستاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفة. فصورت كل حاجة مع شو يعني، مسجلها صوت وصورة؟ طبعا صوت وصورة، كان معايا المصور محترف
وصور كل حاجة. وفي الحقيقة أنا ذهلت، ذهلت من حجم الأعداد اللي معاه، حجم الفلوس اللي معاه، حجم العربيات الفور باي فور. ولا ده واحد من جامعات مختلفة. أذكر في الفترة دي، بس ما تقفش على الشوش ده. لا، ما في السجن موجود؟ موجود في سجن العقرب. أزوره لو سجن العقرب، لو أشوف وشه، لو بره السجن كان خرب الدنيا. اتفقش. الفترة دي بدري تخيل. ده بقى يعكس فعلا كفاءة الأجهزة. الأجهزة الأمنية. فاكر كويس جدا حاجتين يعني. كنت بنزل دايما طبعا الميدان في الفترة دي، ميدان التحرير فترة وبعدين معدي. فهم كانوا نصبين خيام في الفترة دي. بالمناسبة كان توفيق فريق زيادة يجي من سيناء يدخل خيام، ومش عارف محمد الزواهري ومش عارف مين ومين، وياخدوا بيعات، ياخدوا البيعة جوه. كانوا الخيام بتاعتهم عند ميدان النهضة في الدقي وفي رابعة العدوية. أيوة. أنا فاكر اليوم ده كنت معدي في التحرير عند المجمع، وبعدين في شوية خيام كده الحركة اسمها طلاب الشريعة. أنا كنت أول مرة أسمع عن طلاب الشريعة دي، عاوز أعرف إيه حركة طلاب الشريعة. فهم مشغلين أناشيد دينية سوري والكلام ده بالميكروفون. فالراجل عجوز معدي فبيقول لي يا ابني هو إيه اللي بيحصل في البلد؟ هو مصر ضاعت ولا إيه؟ مش ترجع تاني ولا إيه؟ قلت له لا بإذن الله هترجع. بص كده للحاجات دي. فأنا فاكر كويس جدا في ناس كانت عندها أسى حزن طبعًا من اللي بيحصل طبعا يعني. وهناك رحت قابلت عادل عوض شحته، وده برضو مقفوش زي عادل عوض شحته. ده خد واخد 25 سنة في الهجوم على كنيسة من الكنائس بعد عزل الإخوان. عادل بيقول لك، وقف يقول لك أنا مسؤول الجهاد في مصر تنظيم، وده في فيديو بالمناسبة ده المجمع. ده الجهاد الجديد. عادل عوض شحته ده اللي كان هيفجر جنازة الرئيس الراحل أنور السادات، لغم نفسه وبس الجنازة عدت من شارع تاني غير الشارع اللي هو اللي كان فمسكه. فانت بتتكلم على عناصر ايه بقى؟ لا البلد كانت هتخرب يا جماعة. لا انتوا الناس لازم تفهم، والأجيال اللي جاية لازم تفهم ماذا كان سيجري في الاقتصاد، ماذا سيجري في الجانب السياسي. انت كنت هتخسر كل الدول العربية في الجانب السياسي، وأولهم دول الخليج. المحيط جدا بالكامل. بالنسبة لي انه جماعة بتدعي انها جماعة مسلمة وإسلامية وتدعو للخلافة الأممية وكل الكلام الهجص اللي بيقوله، وخفضوا الرسوم والضرائب على الكباريهات في شارع الهرم. ده كانت بالنسبة لي مفارقة غريبة جدا. وبعدين لما اضطردوا من الحكم راحوا فجروا متحف التاريخ الإسلامي. هو أنت إسلامي ولا ما أنتش إسلامي ولا أنت عايز بالظبط؟ ما عندوش هو الحدود دي. هو عنده ما يطلق عليه فقه الواقع. أنا فسر لك الحالة. فقه الواقع، ماذا يقول الواقع عليه؟ مش الشرع. الواقع عنده هو الشرع، فقه الضرورة، فقه الضرورة. فبيقول لك يجوز الكذب في لحظة الحرب. إذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ذهبت إلى أهلك فقل حبسني الساحر. حديث يا سيدي في البخاري. ما هو قال له اكذب ساعة الحرب، فأنا بكذب. أنا أسرق ساعة الحرب، أنا أكون كامن ساعة الحرب، أنا أعمل أي شيء، أحرق المتحف التاريخي زي ما حضرتك بتقول ساعة حرب ضرورة. فهو بيعمل أي شيء، هيعمل أي شيء طالما هو يحقق، سوف يحقق لها، لدرجة أنه ممكن يتخلص من أتباعه هو كمان.